كانت كتير بيسألون محتارين السر ايه اي شكل واي لون كلهم لايقين عليه ازاي شعرت على السر كله في كلمة واحدة باختصار هو جي كي كل مرة شعري بيبوس بحبس نفسي في البيت فاتني خروجات كتير وما روحتش اخر ديت جربت كتير وصفات تعرف تعد الكام لفت عالنت بالساعات وبزعل من الانستجرام دلوقتي شعري من حرير بفرده جنبي على السرير ما بفكرش في شكلي بكرة كل يوم قبل ما كل مرة شعري بيبوس بحبس نفسي في البيت فاتني خروجات كتير وما روحتش اخر ديت دلوقتي شعري في المراية حلو من كل الزوايا اي لوك انا نفسي فيه بيطلع زي انا اتمنى